ظاهر وإما تجر ضمير، يعني لله ما في السماوات. شوف لله هي جرت لفظ الجلالة، وإذا دخلت على ضمير يبقى الضمير مبني في محل جر له. اوعى تقول ان اللام حرف جر وله ضمير مجرور بالضمة، تقول مبني على الضم، تقول ايه يا ولادي؟ لان ضمائر كلها مبنية، مبني على الضم في محل جر. الجر والمجرور خبر مقدم، الاسماء مبتدأ ايه؟ اصلها الاسماء له. وطبعا تقديم الجر والمجرور يفيد الاختصاص، يفيد يا ولادي؟ يبقى ايه؟ تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. يعني اذا قلت لأستاذنا القلم لك، ما ممكن نفس القلم ده يكون لغير ولا لا؟ لكن لما اقول لك القلم يعني لك انت بس، مش لحد غيرك يعني، فهمت ولا لا؟ ففي قول الله سبحانه فله الاسماء الحسنى غير الاسماء الحسنى له. اذا قلنا الاسماء الحسنى له ممكن الاسماء الحسنى تكون لمين؟ لغير الله. لكن عندما قال الله فله الاسماء الحسنى يعني لا تكون الا لمين؟ ايوة، عرفتوا الفرق؟ ها؟ ايوة لحظة، ما هي في اية قبلها وكبروا، بتجيب الاية هتلاقي تجد الضمير يعود على لفظ الجلالة. يبقى له اللام حرف جر والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر، الجار مجرور خبر مقدم، صح يا ولادي؟ والاسماء مبتدأ ايه؟ اذا قال واحد منكم لماذا تقدم الخبر وكان حقه التأخير، ليه تقدم الخبر وحقه التأخير؟ عفد الاختصاص، علشان يعرفنا ان هذه الاسماء الحسنى مختص بها مين؟ الله سبحانه وتعالى. في قول الله سبحانه وتعالى اياك نعبد، كانت اصلها نعبدك، واياك نستعين اصلها نستعين بك. طب ليه القرآن قال اياك نعبد؟ قدم المفعول عشان برضو يفيد ايه؟ الاختصاص، يعني لا نعبد احدا سواك ولا نحب احدا سواك، فهمت ولا لا؟ طيب الحسنى صفة للاسماء بس مرفوعة بالضمة المقدرة للتعذر. جملة فلاه الاسماء الحسنى دي كلها هي الواقعة في جواب الشرط. يبقى عندنا في من وما واي، هات الايه اللي بعدها. نعم ما فيش لا ده ولا ده، ده انا اياك نعبد، اياك غير اي، اي دي واخواتها ده دايما ده ضمير منفصل ودائما مفعول به مقدم. انت اتجوزت ولا لسه؟ يا رد يا لك، يعني لما تتجوز كده تقول لزوجتك انا احبك، لو هي عارفه في اللغه العربيه، لو عارفة يعني في اللغة العربية تقول لك الكلام ده ما لا يفرحني، لما تقول لي أنا أحبك تقول لا الكلام ده أصلا لا معناه أنك بتحب غيري، لما تقول أنا أحبك لا يفرحها هذا الكلام، تقول أنا عايزة كلام تخصني بي أنا وحدي بس. فلما تقول أحبك يبقى أحب فاعل مضارع، والفاعل مستتر تقديره أنا، والكاف مفعول به ضمير مبنى على الفتح. ف هي اذا كانت عارفة باللغة تقول ايه؟ انا عايزة كلام يخصني انا الواحد، تقول اياك احب، معناها لا احب احدا من الناس سواك انت، فتفرح ساعتها بيك. فعندما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى اياك نعبد، يعني لا نعبد احدا ايه؟ لكن لو قلت نعبدك ممكن تعبد غيره، نستعين بك ممكن تستعين بمين؟ بغيره. لكن لما تقول اياك نعبد وتقدم المفعول، وطبعا المفعول حقه التأخير، انا دايما ليه بستدل بالآية دي؟ عايز ابين لك ما تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. يعني لو قلت لأستاذنا مثلا، أستاذنا مثلا جاي يكشف عليك كده فبقول لك أنت أكلت إيه النهارده ولا شربت إيه؟ لو قلت له شربت الماء ده ما يمنحش إنك أنت شربت عصير أو برتقال، لكن لما أقول الماء شربت يعني عايز تفهمه تقول يا أستاذي ما شربتش حاجة طول اليوم إلا الماء. هل فهمت يا ولدي؟ هذا اللي انا اقصده يعني. يبقى تقديم ما حقه التأخير يفيد ايه؟ الاختصاص. هل فهمت؟ يبقى المهم ادوات الشرط التي تجزم فعلين في من وما واي. ايه اللي بعدها؟ الايام ما تدعو فلو
لا يا استاذ ما جزمت فعلين، ما صلى على الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى حضرتك ما خدتش لبالك من اللي انا قلته. في بيت يمكن في الالفيه اسميه طلبيه وبجامد وبما ولن وبسوف والتسويف، اللي هو يعني جواب الشرط. خلي بال ساعتك اقول ان تذاكر تنجح، هجيب نفس المثال، ان تذاكر فانت ناجح، فانت ناجح. ماشي يا استاذنا؟ اقول ان حرف جازم يجزم فعلين، تذاكر فعل الشرط مجزوم عليه جزم ايه؟ السكون. الفاء دي اسمها واقعه في جواب الشرط، واقعه في ايه؟ ليه جبناها؟ لان جواب الشرط لا يصح ان يكون فعل شرط، يصح لا يقول ان تقول ان انت ناجح تذاكر. انت مبتدا وناجح خبر، والجمله دي كلها الجمله الاسميه كلها في محل جزم جواب الشرط. ولذلك دايما بنقوله دايما الجواب اذا اقترن بالفاء بقول الجمله كلها في محل جزم. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، فلن. بس هنا الجمله دي اسميه. وماله؟ ما هي اسميه او فعليه، فعلها جامد. ان تذاكر فنعم ما تفعل، او فعليه مسبوقه بلن. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، او مستقبل بالسين او سوف. من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. بس احنا يعني ليه ما توسعتش فيها؟ اصلا مش محل الكلام دلوقتي، ده السبب اللي خلاني ما توسعتش فيها. لكن في قول الله سبحانه اسمع كده لما اقول ايه، من يرتد منكم عن دينه، شوف من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم. من اسم شرط جازم يجزم فعلين، يرتد يرتد، اصل يرتدد بس علشان التضعيف يرتدد، اداة فعل مضارع مجزوم علامة جزم السكون. فسوف تقول الفاء واقعة في جواب الشرط، وسوف ده حرف يفيد التسويف. يأتي الله بقوم يأتي فعل مضارع ولا فاعل، والجملة كلها تقول في محل جزم جواب الشرط. يعني من اول الفاء كده كل الجملة دي في محل جزم. فضل. ومثال متى قولك متى تلتفت الى واجبك تنر رضا ربك. اولا متى دي يا اولادي تقريبا تبقى متى يعني للزمان، يعني اقول متى تسافر اسافر، شوف متى تسافر اسافر، متى للزمان. في اي وقت متى تذاكر تنجح، اي وقت يحصل منك المذاكرة تنجح، متى تذاكر تنجح. يبقى متى اللي هي اسم شرط جازم يجزم كان فعل، وتسافر او تذاكر فعل الشرط، وتنجح او هو ده جواب الشرط. طيب تفضل. ويانا بعد كده وقول الشاعر انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضع العمامه تعرفون. انا ابن جلا وطلاع الثنايا، طبعا ده قول الحجاج بن يوسف، سمعت عنه؟ يعني كان حاجه فظيعه، ربنا يسلم. يعني الحجاج يعني يقال انه قتل أكثر من 100,000 نفس. لما دخل العراق وكانوا أهل شقاق وصعد المنبر وكان ملثما، أخذوا يقذفونه بالحصى، كل ما حصى يروح ضربوا بيها يعني بالحجاجة. هم يسمعوا عنه لكن ما شافوهوش، مش كده ولا؟ فرفع اللثام من على وجهه ووقف وقال إني لأرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها. يعني صلي سيفه كده وقال انا يعني شايف فيكم كده رؤوس قد اينعت، شبهها بالثمار التي نضجت وحان وقت قطافها، مش كده ولا؟ طبعا ده كان يعني واحد من معدودين من العرب اللي هم ما بيخطئوش في البلغاء. نعم. فراح قال له ايه، انا ابن جلا وطلاع والثنايا. انا ابن جلا يعني الذي يجري الامور ويوضحها. يعني متى اضع العمامه، راح شال العمامه كده كل الناس عرفته بقى، بداوا ايه يرتعشون من الخوف. يعني المثال ده متى اضع العمامه تعرفوني، متى اضع العمامه تعرفوني، متى
طبعا اهو ده اسم شرط بس للزمان يعني، في يعني في اي وقت اضع العمامة هتعرفون على طول. شوف متى اضع العمامة، اضع العمامة تعرفوني. متى ده اسم شرط جازم، اضع ده فعل الشرط مجزوم على جزم السكون، حرك بالكسر لالتقاء اضع العمامة، طبعا للام سكنة والعين سكنة، فالتقى كم ساكن؟ لما التقى ساكنان تخلصنا من التقاء الساكنين بالكسر، مش كده ولا؟ طبعا فاعل اضع يعني انا مستتر تقديره ايه يا ابن رد، والعمامات تعرب ايه مفعول به. تعرفوني اصلها تعرفونني، اصلها يا اولادي ايوه اصلها تعرفونني، تعرفونني تعرفون، تعرفوني فعل مضارع مجزوم علامة جزم وحذف النون. واحد يقول لي ازاي حذف النون، ده النون موجودة مش كده ولا لا؟ دي اسمها نون الوقاية، ونون الوقاية تقي الفعل من الكسر. تقي الفعل منين؟ ايه حكاية تقي الفعل من الكسر؟ لما اقول اكرمني استاذي، اسمع كده، اكرمني استاذي، اكرمني استاذي، اكرم، مش انتوا عارفين دايما الفعل الماضي مبني على الفتح صح ولا لا؟ طب هل رأيتم فعلا مكسورا؟ هل فعل يكسر؟ طب ايه اللي يكسر؟ الاسم بالجر والتنوين والندى وال، ومسند الاسم تمييز، فلما جبناش النون ديا كان الفعل هيكسر، اقول اكرمي ويبقى فعل امر ساعتها، ده انا عايز فعل ماضي اكرمني اكرما ما، عايز احافظ على الفتحة دي، فأتينا بالنون سمناها نون الوقاية لأنها وقت يعني حمت الفعل من الكسر. هل أنتم فاهمون؟ ودايما تعرفها لما تيجي بعدها يا، يا المتكلم خلاص. وزاك الشعر بيقول ايه، متى أضع العمامة تعرفوني، أقول أكرمني محمد، أعطاني، أهداني، دايما تدخل عليها يا، طبعا عشان دايما الياء يناسبها كسر ما قبلها مش كده ولا لا؟ أقول هذا قلمي، هذا كتابي، فدايما يا المتكلم يناسبها ايه؟ كسر ما قبلها. فخوفا من كسر الفعل اتينا بالنون سمناها نون ايه؟ الوقاية، لانها وقت الفعل حماته من الكسر. على كل ما فيش واحد يعترض يقول الله متى ده الجزم تجزم فعلين، اضع فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء ايه؟ طب تعرفون ده فعل من الافعال الخمسة، وانتم عرفتم ان الافعال الخمسة تنصب وتجزم بحذف ايه؟ بالنون. طب النون موجودة اهي او لا؟ ده النون الموجودة دي نون ايه؟ عارفين في اية قرآنية في اتأمروني اعبد الجاهل مش كده؟ قل اغير الله تأمروني، فيها ثلاث قراءات، في تأمرونني، في تأمروني بنون واحدة، وفي نونين تأمرونني، في نونين يعني نون الرفع ونون الوقاية، اهي دي برضو تعرفوني، فيك تعرفوني فيها كم نون؟ اهي النون الموجودة النون الوقاية ونون الرفع محذوف. يلا يا استاذنا. ومثال ايان قولك ايان تلقني اكرم، وقول الشاعر فايان ما تعدل به الريح تنزل، ايان أيانا تسكن أسكن، يعني إنها يفيد للمكان، يعني أيانا أيانا تسكن أسكن، يعني في أي مكان تسكن أنا أسكن، يعني هي أيانا اللي هي اسم شرط، ها؟ حتى لو في المطر مثلا، وتسكن ده فعل الشرط، وأسكن هو ده جواب الشرط. إيه اللي بعدها؟ فأيانا ما تعدل به الريح تنزل، أيانا ده بيت شعر يعني، أيانا مش كده بيقول ايانا ايه؟ ما تعدل به الريح تنزل، مش كده؟ اه هي ايانا ما تعدل به الريح تنزل. طيب ايانا هذا اسم شرط جازم، وما اللي هي زائده بين فعل الشرط وبينها، تعدل اهو ده جواب، ده فعل الشرط مجزوم علامة جزمه السكون، وتنزل ده جواب الشرط.
نعم لا في أيان مرساها ده اسم استفهام يعني متى لكن لما تدخل على جملة فعلية لها فعلان ده اسم شرط أقول أيان تذاكر أذاكر أيان تسافر أسافر أيان ما تعدل بالريح ما دي قلنا ما يعني زائدة بس تفيد التوكيد يعني وشوف في محل كأنها ظرف يعني أيام ما يعني زي ما تكون إيه زي حكاية أما أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى لا 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 الزائده دي ما تبقاش حاجه لا على ايانا ايانا كلها ايانا كلها ما اسم شرط اي نعم خبر مقدم لان طالما بتكلم عن 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 زمان او مكان يبقى خبر مقدم يعني اذا قلت لك مثلا متى الامتحان انا بستفهم عن زمان كيف حالك بسال عن حال فاذا سالت عن حال او زمان يبقى خبر مقدم غير كده يبقى مبتدا يعني اذا قلت مثلا من انت اهي من اسم استفهام ده مبتدا لكن اذا استفهمت عن الحال كيف حالك او عن زمان متى السفر يبقى ده خبر مقدم تفضل ها له صدارة ما احنا قلنا خدها قاعده كده اسماء الشرط والاستفهام لها الصداره ومثال اينما قولك اينما تتوجه تلقى صديقا وقوله تعالى اينما يوجهه لا ياتي بخير اينما واينما يوجهه لا ياتي بخير واينما تكون يدرككم الموت اينما تكون يدرككم الموت اينما تكون يدرككم اينما تكون أو أينما هو ده اسم الشرط ده وتكون ده فعل الشرط مجزوم على من جزم حذف انه لان الافعال الخمسه يدرككم شوف يدرك فعل مضارع مجزوم على من جزم سكون ده جواب الشرط تفضل ومثال حيثما قول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الازمان وطبعا حيثما زي ايانا دي يعني حيثما تسكن اسكن حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا حيثما تستقم تستقم حيثما اسم شرط جازم تستقم فعل الشرط مجزوم علامة جزم السكون يقدر جواب الشرط مجزوم علامة جزم السكون مثال كيفما قولك كيفما تكن الأمة يكن الولاة أيوة كيفما تكن نيتك يكن ثواب الله لك سهلة برضه تفضل ويزاد على هذه الأسماء التسعة إذا في الشعر كما قال المؤلف وذلك ضرورة نحو قول الشاعر استغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجملي إذا تصبك أولا إذا يا أولادي أداة شرط غير جازمة إذا أداة شرط إيه إذا جاء نصر الله والفتح شوف إذا جاء أقول إذا تذاكروا تنجحوا ما تجزمش هنا سمعين ولا يعني إذا ما تجزمش لكن تجزم في الشعر خاصة للضرورة الشعرية الشاعر قال إيه وإذا تصبك خصاصة يعني فقر فتجمل ما تقعدش تسأل الناس كل شوي لا تجمل يعني وتحمل يعني إذا تصبك إذا تقول أداة شرط غير جازمة لكن جزمت هنا ضرورة شعرية عارفين ضرورة شعرية يعني يعني إيه ضرورة شعرية يعني لو أن الشاعر لم يجزم لانكسر الوزن سبحان الله يعني السكون ده لو خلاه ضمة البيت الشعر كله ينهدم وده عشان يديك يعني تتأمل في كلام العرب هؤلاء العرب الأمة الأمية التي يعني لم تذهب إلى جامعة ولا إلى مدرسة يقولون كلاما موزونا كما يذهب كده يعني ممكن شاعر يقول قصيدة لو وزنتها تجدها سبحان الله كلها بالحركات والسكنات والعجيب من هذا هو تجده بالفطرة كده لما يحس البيت نفسه هينكسر منه على طول يعالجه في الحال برضه بالفطرة انتوا فاهمين ولا مش هيقعد يفكر لا انا اعمل كذا اسوي كذا يعني النهارده ساعات واحد يقول لك الاديب اللامع الناقد الكذا كذا ممكن يكتب يعني قصيدة ممكن في سنة يقعد وما طلعش مظبوطة
ده ممكن تلقائيا كده على طول يعني تلقائي يعني يعبر عما في نفسه في التلقائية وتلاقي تجد كله كلام موزون بالفطرة كده والله وسلم. فده طبعا يعني سبحان من أعطاهم هذا. وذلك القرآن الكريم تحداهم من جنس ما برعوا فيه. هم برعوا في اللغة وصلوا قمة الفصاحة والبيان فتحداهم الله عز وجل من جنس ما برعوا فيه. والأمة الوحيدة التي جعلت للكلمة سوقا هي العرب. سمعين ولا؟ الأمة الوحيدة في الدنيا كلها اللي جعلت سوقا للكلمة هي العرب. كان في أسواق كثيرة، في سوق عكاظ وسوق ذي المجنة، أسواق كثيرة جدا مش كده؟ وكان فيهم يعني كبير اسمه النابغة الذباني كان يحكم بين الشعراء وبين الخطباء، والقصيدة التي تفوز كانت تكتب بماء الذهب وتعلق على أستار الكعبة. ها وده يديك يعني ان هم فعلا كانوا يعني قمة في الفصاحة والبيان. الآن احنا باختصار شرحنا أدوات الجزم التي تجزم ايه فعلين، والأدوات التي تجزم التي تجزم فعل واحد. وأما النوع الثالث وهو ما اختلف في أنه اسم أو حرف، والأصح أنه حرف، فذلك حرف واحد وهو إذناء، ومثله قول الشاعر وإنك إذنا تأتي ما أنت آمر به قل من إياه تأمر آتيا. لا سنة أولي بدا وإنك إذنا وإنك إيه إذنا تأتي ما أنت آمر به وإنك إذنا تأتي ما أنت آمر به قلت من إياه تأمر آتيا. إيه معنى البدا يا أولادي؟ وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتيا. معنى هذا البيت